عبد المليار، ثلاثة عبد القاسم الحكيم، خمسة حيد عشر شهيد. ليه؟ عشان يعيشوا بلدهم بكرامة. كل ذنبهم الجنوب. تم قصف شاب ما يتراوح ما بين السن ال 15 او 16 سنه بحاله ان هو فاقد العين باثار طوق ناري ومطاطي والخراطيش المطاطيه، ادى الى فقدان عينيه الاثنين اليمنى واليسرى. الحالات الخطيره معظمها اصابه خرطوش، يا اما في العين يا اما في الجرح قطع في الراس معظمها، الا طبعا حاله الشهيد اللي انت شايفها، في شهيد تاني طلع بالاسعاف. حضرتك الضرب بالشوم، بيضربوا بالشوم بره، كل الحالات اللي جايه لنا خلع وضرب وكسر، وفي اخت بنت قلعوها هدومها كلها، وواحد لقاها في محل وجابها هنا، معايا بياناتها، اسمها ساميه، بس هتحفظ على بياناتها لان هي مش عاوزه حد يعرف. انا مش عارف الكلام ده، احنا دخلناها محل ده بس الهدوم جوه. بنت قلعوها عشان ما تجيش هنا تاني، بيقول لها عشان ما تجيش هنا تاني قلعوها هدومها في الشارع. لو يرضي ربنا، لو يرضي عنان، لو يرضي الكلب مبارك، لو يرضي اي حد يجي يحاسبنا يقول ان احنا وحشين، ان ما دام ما يرضيش ربنا احنا مش كفره، احنا مصريين، احنا مسلمين، احنا اولاد مصر. وبص دي عنان مش هسيبها، حقي ده هجيبه، وبرضه من قلب الميدان قاعد ومش ماشي، ويا رقبة تطير يا انت تموت وترحل. قول لو يرضي اللي قاعدين في البيوت، قول لو يرضي.